الفيلم من بطولة سوسن بدر، البطولة النسائية. سوسن بدر في لحظة لقوا فيه جملتين مش موجودين وهي سافرت. يسكت. اقسم بص يا تامر، انا ما عرفت الحاجات دي، انا خفت منك. انت خطير، انت تخوف. عملت ايه؟ لا انا بتصرف، يعني انا بتصرف، انا بصي بحاول اتصرف، بحاول اعمل كل حاجه والله. لو الحاجات فشلت يعني هدور على حاجات تانية. طب خلينا نشوف المشهد. الناس كل الناس اتفرجت في فيلم شاله، طبعا عامل ايرادات كتيره وكبيره ورهيبه. خلينا نشوف المشهد بتاع تامر وحسني وسوسن. فين الجاكيته بتاعتك يا حسن؟ ده مش صوت مدام سوسن. مش كل المشهد. فين الجاكيت؟ فين الجاكيت بتاعتك يا حسن؟ ده صوت انا. ازاي يا تامر؟ يعني انا مش مصدقه، انا سمعت المشهد من ساعه ما عرفت منك. الحقيقه هو اللي بيقول، يعني هو معترف يعني. ايوه فيلمي وعي يعني. هنزل المشهد من غير صوت. نسمع بقى فين الجاكيت بتاعتك. يعني انا اول حاجه جربت ان انا، ما انا بفهم في الاصوات، انا بفهم في الاصوات، سمعتها بتقول ازاي، وحاولت اجيب طبقه الصوت والاداء والحاجات دي. لو لقيتها يعني حواليا ناس كتير، يا جماعه الصوت راكب ماشي، ما قالوا لي لو كان في مشكله كنت احاول اجيب بقى حد تاني يعمل نفس الصوت شبه، بس والله يعني سهله كده. طب ممكن نسمع جمله تاني، جمله بس بصوت تامر. فين الجاكيته بتاعتك يا حسن؟ هي دلوقتي مصدومه زينا، يعني دلوقتي بتتفرج مصدومه زينا. استاذه سوسن طبعا ممثله عظيمه، واوجه لها تحيه كبيره قوي على الدور وعلى تشريفها في الفيلم. طبعا رئاسه سوسن بدر. كانت هي مسافره في الوقت ده ومش عارفين بقى تيجي الدوبلاج وتحط صوتها، فانا حاولت اتصرف ونفعت بقى هي. تامر سنين بنسمع بهاء سلطان وتطلع انت. طب انا مالي بقى، انتوا اللي شربتوها، انا مالي.